حبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورة الصف حيكون مقعاونتها: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لفظها صفنا بيكون مقعاونتها سورة دان سورة دي مدينة كسودية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ترسي ترتيب القرآن وسورة دي الإحزانية كوبات آيات كيد وحكا كوبية أفرية طبان آيذود بكا كوبية هاي سورة دي وحيا بردورة بيديرة دي يشيش كوبان إيساكو وحكا مدة بتنزيه الله سبحانه وتعالى إلهي بيهو فيسا وحل وحانو عنا من بيكف غير إيسا وحيشير إيسا صفاتك إلهي وحكا مدة وحي انت اوغا ان بقادي دونتا موسي قد دونتا عنان آدو كنو وقفك بحسن كرا اجران دون عنان آدو كنو بيسو جيدين دونتا آية دان هاي قضب كاللبات قضب كالسدحات نبي الله موسى وقوم كيسي كعبان آية فلقاد دي اللوق يستي نبي الله موسى يفعل في حماية الأولى رغمي تيبو كعلى علي يايو وليه ورنميه سو رسول الله ويه رسول محمد ريح إلا احترامه إلا قيميه إلا سورده ويه إلا قاطه رسالة ده يدين تهي دعوة وضل قاطه قم كيسيبو كعلى علي وها هدنا يوجد بدون تنبي الله عيسى لابدوا أولو العزم لي كمديهين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل غير الله سبحانه وتعالى نبينا وحدو صبر تاسدي أولو العزم غير صبرين نبي الله عيسى سينا قوم كيسو الله هذا ليا وحوك الله هذا ليا قدر ككوبا إنو الرسول يهي إلهي نصوت بري أيك الله صوت بري ودنجره يهي وهو هذا لكل جسين دونا وهو لي من التوراه وتقسيمه وقوم بيسو الشيخ دونا ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم النبي الا صوت حين دونا مركتاس وهو بشارين اياه اي صورتك ورمي دونتا قفك الهي حفره اي الهي النبى اي الهي وحان وصن اوري الى وجهه وحصن سمي الى وسمي قفك قفك قرد ربضان اما كأي حنام بضاني إنو سنجرين وهي تلمامي دونتا قالوا إلي سنمرنا بحق الرالك آهي رالي آهان شكرية ما هي إلي سكود ديان دين تأينا إدميان يدبك بحايا إلهنا وكديه سبحانه وتعالى وهي كورد دونتا كناعسي أما بيع الشراء بعشرة أما جناسية وجوه ناقصاً بيكون رمضان جناسية وغفية عن بيسورد كون رمضان تا إياه جناسية التي جديسة يفاي جديسة بيكون رمضان تا وحي ودن بيسيد دون تا إن دات كمؤمنين تا إلهي أو كل جابين أيه كل دين الجرين أيه ودين تلو جرجاره خصوصا لو جرجاره دعوة للجرب جوكسه في لي يهوى ويقبها انتهي وحيث سالم سوى قادم دوتا نبي الله عيسى وقوم بيس الله الضوي لمن أنصاري إلى الله وردينة إلهي أيوه قرقارة دكي أتباع ديسة هاي في عنامة واحدة هي نحن أنصار الله أنا قاد دينة إلهي قرقارة وهي لي يهوى بلقرب جوكسنا هنا انت إيوه وحن كسي بضني بيكا ورمي دونتا بسم الله الرحمن الرحيم سبحوا وحا هفيه
وعاتري لله به ما لا يليق به بجلاله وعظمته وكبريائه وحنعنا من وحكه فيو كديرين يا ما وح الله وحي في السماوات غير كسونا سيودنيهم إلهي به فيانو أي عاتري وح هلكاسي كم وقنا يا وحي سمجرا ما بعاسيا إلهي سبحانه وتعالى إلى بعابده إبليس يسجد إنه إلهي عاصيه ومركل إلى آدم السجود وكيل أنا بكثير بغنه هل كي وكيل نسو إريي إن حريستي إن حريستي سن إلهي كفوغيي مركا وحا إله لغو عاصيا دولك وحا وما في الأرض دولك وحا كسوغانا إلهي رفيانا عيب تريان وهو يبنا العزيز الأود بغنه إذا العد الدارة إنه حاق أود ذله الحكيم أمام الوراكسنو شيء والبغى عدالة يقرصار وإلهي كحكومة يا إلهي كما مليا ويو قف مركو حكومة أيو وحاكم النقون أيو حكم كيس العدالة النقون أيو وإنه وحي مارة التقية ودن قرناه واحد يوغو ودن قرناه waxa maarku xun ahay iimaan doono dhana waa inuu garanay xaqqa ilaahay kaliya wey cid kale oo qoontaas lihi ma jirto si kala hadii loo dhigo waxa waayo qofku markii xukunkiisa cadaalad uu noqonayo oo qoonti cilmiga waa inuu leeyahay laba maslaxada waa inuu garanay maslaxada iyo meesha maqfutada waa inuu yaqaano waa inuu garanay طيب مركا هدي وقرانا يا مصلحتي وقونتي لأولي يا حي عدالتنا وقصة ماينا أيوه خوفك سيحبون عدالة با لقفي ليا حبون عدالة ونص ماين كراه يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرمية يو لمن محاد تقولون وهذا ليسان ما وح ما إريوه لا تفعلون أيضا سميني من محاد وهذا ليسان كبر وويناديو مقتن عرو مقتي وحالي أشد القبض عرى ماشا أغص الرئيسو كبر وويناديو إنا تلاهدي وحيدا سميني وان سميني إنا وحكو ويناديو مقتن عرو عند الله إلهي أبتيس إلهي بآذ وعروناي أن تقولوا إنا الذي هينو ما لا تفعلون وحيدا سميني إنا تكوحد الليسان إلهي آد بيارتاو على الدليل سبحانه وتعالى صحابة هذه سبب النسول الله شيخ وحيج على استيان صحابة النبي مركا لنولا وحيد هدان وغان لهين إلهي عمل كوج علي هدان وغان لهين وحيد هو سمعين لهين وحولها نغن وأهر لهين وقبا بهن لهين نفت نظر وقبا بهن لهين جهاد كامرك الله شيعي، جهاد كامرك الله شيعي، بدن با، في فسدي بوقو قادته ديبو بحضي، مركا تيبا لغو عن أنتيو، وحيله بسبحان محد أوليهين، وحيدا سمينه وسمينه، عن أن آذو كرلوي، عدو البنا عند أوي تابنا إنسان، ابن عباس من باوي مت، رضي الله عنهما مركا سوحي الوحن دوني يا إنا دي تباهي وضدك وعدي وضدك وعشيغ وكاس مركا سوحي عبد الله بن عباس صدح آية ضوضة كتابك إله كتيرة هدادا كعب سنين كعددك وان صدح لا آية ضوضة مدوى سورة البقرة باللوغة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون تدك مواناك يا خير كاد الشيخ يسان إذا كان نفتينا ما كهل ماما يسانو كبا خير يسان نفتينا إن خير كاد يواناك أددك أبو باقي يسان يبقى عن هذه يسان إن هذا نفتيني أي كاقتناتو سيداسة وعيد آذو كل الوحي قفك أددك وانينا هيا شيء سوى أن كل نغمين كالسراج فلميذي هاي فيروس كامل كابحية يحرق نفسه ويضيء للناس نفتي سنوابه يا بعض هذا تعبت وقولي تذكر أيها الذين آمنوا
isagii waa qarxanaya wakaas dadkiina waa ka faa'iidaya taasoo kale buu la mid yahay aayadda labaad fii suurati huud waan iyadana ugu tegi doonaa fii qisati nabiyullaahi shucayb nabiyullaahi shucayb qisadiisii qoomkiisii markii uu ka waaniyee uu ka waa maarata ka nahiyey inay miiska iyo miisaanka ay nusqaamiyaan baa waxay istaawiyeen inuu isagu u dabamarayo oo isagu samaynayo markaasaa nabiyullaahi shucayb khatiibul anbiyaa khatiib mufawax yuu ahaa fasaaxo badan wuxuu yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can in uriidu ila alislaax ma istatactu waxaan idinkadin ka nahiyana idin dabamaro wax dhici kara maah marka dadka waxaad adigu ka reebayso waxaa laga reebaa qofka ugu fogaanta badan inaad noqotid dadka waxaad u sheegayso qofka ugu dadaalka badan ee ugu horreeya inaad noqotidaa la doonaya nin la yidhaha ibraahim annakhaci raximahullah oo salafkii wanaagsanaa ka mid ah baa wuxuu yidhi thalaathu aayaatin fii kitaabi illaah manacadni an aqdiya cala annaas wuxuu yihi saddex aayadood oo kitaabka ilaahay ku jirta baa iga mancida oo ii diiday dadka inaan xukumo dadka aan kala xukumo taasaa ii diiday inaan qaadi noqdo oo ummadda aan kala xukumo saddex aayadood baa ii diiday oo kitaabka ilaahay ku jirta waa saddexdee midii waata waan dutaagana yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun midna waa tii haddaan sheegayna ta'muruuna annaasa bilbirri wa tansawna anfusakum antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun midda saddexaad waa tii nabiyullaahi shucayb wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can in uriidu ila alislaaxa ma istatactu wamaa tawfiiqi ila billah marka ma aha qof keliyeeta maahe iimaan haddaad sheegato iimaankaasi waa inaad ka rusheegta haddii kale khatar baa la gelaya mu'min baan ahay nebigu wuxuu yidhi almu'minu man aminahu annaasu waa qofka mu'minka oo qofkay dadku ka amin noqda naftooda iyo xoolahooda iyo cirdigooda almuslim haddaad islaamnimo sheegato almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih qofka muslimka waxaa la yidhaahdaa qofka dadku ay ka badbaadaan carabkiisa iyo adinkiisa laga badbaado kaasaa la yidhaa uur xumana aan ku darin baa la yidhaahdaa haddaad sheegato inaad daaco badan tahay daacada inaad ka run sheegtid wey daacadaas inaad ka run sheegtid haddii aad tidhaahdo anigu xaraashaan aad ugu dadaala xarantana waan ka fogahay waa inay kaa muuqato inay kaa muuqato yacni waxa weeye cumuuman wixii oo dhan baa soo gelaya marka qof aysan aayaddani taabanaynin inaguma jiro fayna taabanay inaguma jiro marka waa inaan arrintan ka digtoonaana dhegtuna ay nooga taagnaataa iimaanka aan sheeganayno islaamnimada aan sheeganayno waa inaan ka run sheegnaa yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeyo liman maxaad taquuluuna ugu hadlaysaan maa shay laa tafcaluuna aydaan samaynayn ani miyaad itaqaana waa booda halkaa gabdha geedka dayib waxaa kaloo taabanaysa muxuu ahay bulshada oo dhan dadka la dooranayo marka la dooranayo waad aragteen ballamada la qaadaayo ballamada la qaadaayo iyo dhaarta la maraayo haddaan laga run sheegin halkanaa la soo gelaya kabura waa weynaadayoo maqtan cadhow ku weynaaday cinda allaahi eebba agtiisa an taquuluu inaad tidhaahdaanoo maa laa tafcaluuna wax idan samaynayn oo halis ina allaaha eebba yuxibu wuxuu jecel yahay alladiina khiyaartii buu jecel yahay yuqaatiluuna dagaalamayay fii sabiilihi ilaahay waddadiisa dhexdeeda ku dagaalamayay safan iyagiyo iswada garab taagan oo garbaha simay kuwii dagaalamaayey kuwaas iyaga buu ilaahay jecel yahay wuxuuna ilaahay ku jecel yahay waxa waaye dagaalka sidiisaba daruuraa
dagaal haddaad aragto daruuro unbaa keenta. Daruuradaasina waxa waaye waa dulmi in la koryeelo, cadaaladna la helo. Rafcu dulm, dulmigii in la koryeelo ya wa ixlaal maxalli dulmi alcadaala, inay meeshii dulmiga cadaaladii timaado muxuu dulmigiina meesha ka baxo intaaba loo dagaalamo, wax kale loo dagaalamo. Marka kuwa dagaalamaya sida diinta Ilaahay koryeelkeeda u dagaalamaya, kuwaasi Ilaahay waa jecel yahay, kaannahum weliba aad moodo bunyaanun dhismo marsuusun isu wada dhegan, dalbigar isu wada dhegan yahay oo kale. Sidaasaa muxuu ahay dadku markay dagaalami jireen habkii hore loo dagaalami jiray baa sidaa ahaa Nabigana calayhi salaatu wasalaam. Markuu dagaal gelayo saxaabada uu simi jiray sida safka salaada oo kale yuu simi jiray Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Ama hadda waqtiga la joogo oo B-52 iyo balaayo ay maaragtay rudayso oo waxaad aragtay maaragtay laga soo afuufayo meesha la yidhaahdo badda oo beriga waxaad aragtay laga ridayo, hadba duruufta jirta baa lala tafaaculaya. Taasaa la tafaaculaya, ina allaha yaba yuxibu wuxuu jecel yahay alladiina khiyaartii uu jecel yahay yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiili ilaahi wadadiisa. Halkaa maxaa baxay? Waxaa baxay in maaragtay muxuu ahay in dal loo dagaalamo ama dagaal loo dagaalamo ama qabiil loo dagaalamo ama dhaqaale loo dagaalamo ama siyaasad loo dagaalamo, waxaa soo dhaqanka way ka baxay fii sabiilihi baa tuurtay oo banaanka dhigtay Nabiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam. Waxaa la yidhi dadka qaar baa wax u dagaalamaya dal, qaar baa wax u dagaalamaya dhaqaale, qaar baa wax u dagaalamaya yani hal lagu arkay geesinimada ay bilad sharaf hal lagu siiyo ayu dalika fii sabiilillah. Dagaalkee baa wadada Ilaahay yaa lagu dagaalamaya. Nebigu kelime yar oo kooban buu ku jawaabay. Jawaamicul kalim baa Nabiga la siiyey, kelime yar buu Nabigu maartay odhanaya. Kelimadaas macno tiro badan oo ballaaran kaasay leedahay. Wuxuu yidhi Nabigu, man qaatala litakuna kalimatullaahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiilillah. Qofkii u dagaalama litakuna kalimatullaah, kelimada Ilaahay waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada, kelimada Ilaahay inay kor noqoto qofka u dagaalama, fahuwa fii sabiilillah, qofkaasa wadada Ilaahay ku dagaalama. Qofkaasa hadduu ku dhintana shahiid noqona, shahiid noqona. Wixii kale waxa weeye waa musiibo, musiibo weyn. Fii sabiilihi ku dagaalamayo ee jecel yahay safan iyagoo is wada berber taagano garbaha simay, kaannahum aad moodo bunyaaru dhismo aad moodo marsuusu la isku dhadhajiyey oo is wada haysta aad moodo. Wa id qaala muusa li qawmihi yaa qawmi lima tuudhuunay, wadkur xusaaliyi Nabiga bal ummadaada uga waran oo uga sheekee. Id goortii qaala uu yiri Muusa nabiyullaahi Muuse binu Cimraan liqowmihi, qoladii uu ka dhashayo bani Israa'iilaba wuxuu ku yidhi, yaa qowm qortolkayow qaraabadaydiiyey lima maxaad tu'uduunanii, war maxaad ii dhibaysaan, wax lagaadada maxay tahay iyo caraatanka iyo ceebaynta maxaad iigu dhibaysaan. Walxaal qad taclamuuna, aad ogtihiino annii aniga rasuulu llaah, inaan ahay rasuulkii ilaahay soo diray, kaliimu llaah inaan ahay, ilaahay tooskii ila hadlaayey. Dayb waxaana la ii soo diray ilaykum inaan idinka idin badbaadiyo oo danihiina ka shaqeeyo baa la ii soo diray, maxaad ii dhibaysaa? Waxyaabay ku dhibayo waxaa ka mid ah nabiyullaahi Muuse, ambiyada Ilaahay way xishoodaan, way xishoodaan. Nabigeennana waxaa lagu tilmaamay gabar weligeed guriga aabbaheed iyo hooyadeed aan ka bixin, weliba qolkeeda aan ka bixin, suuq aan ka soo adeegin oo dukaan aan wax ka soo gadin oo safar aan gelin oo aan weligeed rag ku darmanin, ragna is arag. Gabadhaas siday u xishooto oo kale baa Nabigu weliba ka sii xishood badnaa calayhi salaatu wasalaam. Laakiin markii xaqa lagu xadgudbo, Nabigu seeftuu galka ka siibi jiray calayhi salaatu wasalaam.
marka sidaasay anbiyaadu xishoon jireen nabiyullaahi muuse marka waa xishoon jiray qoomkiisana ma xishoodayaal bay ahaayeen webiga intii la tago baa maarata calallah halkaa la wada dhigto in walba xabrada uu bannaanka soo dhigo yaa meesha ama lagu dabaalana ama lagu qabaysan lagu meedhanaya markaasaa maaragta muxuu halkaa lagu kaftamayaa iyagoo la wada qaawan yahay nabiyullaahi muuse marka meel cidla ah yuu tegi jiray ilaan xamaamadan iyo raaxadan imaysan jirin raaxadan inagaan haysano ma ayna jirin latus'alunna yowmaidin cani naciim walasifacad baa laysu weydiin doonaa markaasuu meel maaratay duura intuu ka gala webiga halkaa ku meydhan jiray imankii waxay iska dhaadhiciyeen ninkani wuxuu duurka u geliyaba inuu sheelo leh sheeladu waxa weeye intifaaqu lkhisyatayn xiniyaha oo barara qofka baa la yidhaah marka waxay dhaheen ninkan wuxuu la dhuundhuumanayaa ceebtaasuu qaba maalin maalmaha ka mid ah waa isagoo qabaysanaya ilaahay wuxuu damcay inuu beri yeelo nebigiisa nimankaa mujrimiinta inuu ka beri yeelo markaasaa maryihii markuu meel dhigtay dhagax buu saartay dhagaxii baa lasoo dhaqaajiyey oo lasoo cararay nabiyullaahi muuse wixii uu ka soo daba oo dawaa qaawan calala kale ma hayso bani israa'iilka fagaarahoodiibu la soo aaday dhagixii waa dhagax ma'muura oo laga faray min cindi illaah xaggii ee baa laga soo diray dhagaxa si uu soo xiimayey nabiyullaahi muusena asagoo ushii sii wata thawbii xajaru thawbii xajaru buu leh thawbii xajaru war dhagaxii oo marada idii isii yuu la agmaray iyagoo isbaacsanay is eryanay ee bani israa'iilkii la agmaray nabiyullaahi muuse haddii cawradiisii la arkay waaba ninka ugu cawrada fiican maasha allah ninka ugu cawrada quruxda badan wa waxiniyo bararsan iyo wax balaaya midna ma jirto dhagixii dee intaa unbuu ilaahay uga dal lahaaye markuu nimankii maaratay ay arkeen dhagixii waa iska joogsay baryihiisii buu qaatay waaxidhe oo dhagixiibu muxuu ahay yuu toddoba dhengadood buu ku dhuftay marka arrintaas weey uu leeyahay liba tu'duunanii fii suurati alaxzaab aanu u tegi doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mimaa qaaluu wa kaana cinda allahi wajiiha ummaddeennana waa laga nahiyaa arrintaasoo kale inay sameeyaan nabiyullaahi muusena mid ilaahay beri yeelay buu ahaa ilaahay agtiisana weji sharaf leh iyo qiimo iyo makaano kaasuu ku lahaa sidaasuu ku yimi war maxaa dhacay lima tu'duunani war maxaad ii dhibaysaan walxaal qad taclamuuna aad ogtihiino annii aniga muuse rasuulullaahi inaan ahay rasuulkii eebba soo dirayo ilaykum idinka la iikiin soo diray qof adiga dantaada u socdo oo dantaada loo soo diray inaad maaragtay waxaa ku samaysaa maxaqba falamaa goortii zaaquu ay leexdeen xaqii iyo hanuunkii iyo diintii ilaahay markay ka leexdeen buu azaaqa allaahu quluubahum ilahay qalbigoodii iyagana yuu leexiyeyo waaba gembiyeyba wanuqallibu afidatuhum waabsaaruhum afidatuhum waabsaaruhum yacni waa gedinaynaa buu yidhi ilaah subxaanah wa tacaala marka sidaasaa quluubtoodiiba loo rogay wallaahu yebbana laa yahdii ma hanuuninayo alqowma dad alfaasiqiina daacada rabbi ka baxay ilahay ma hanuuninayo qofka haddiiba dabeecadiisa iyo sifadiisuba ay faasiqnimo tahay diin nacayb ay tahay diin ka fogaansho ilahay qofka hanuunin maayo wallaahu yebbana laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qow alfaasiqiina daacada iyo diinta ka baxay wadkur xusaa la yidhi nebiga bal u sheeg ummaddaada in goortii qaala uu yidhi ciisa nabiyullaahi ciise ciisihii ibnu maryama maryama wiilkeeda ahaa uu ku yidhi yaa bani israa'iil yacquub owlaaddiisiiyow innii aniga ciisa rasuulullaahi baan rasuulkii eebbaan ahay mursal min cindi illaah ilaykum idinka baana rasuul idiin ahayoo laiikiin soo diray musaddiqan aniga oo rumaysano weliba waafaqsan limaa bayna yadaya wixii iga horreeyeyo min attawraati ka mid ah waxaan rumaysnahay kitaabkayguna waafaqsan yahay
وحي أنيق يجهر رية التوراة ونبي الله موسى لبسود الجيي كن صنع أول حيسين مفسرين في رواه العلم ومبشرا بانه من بشارين يوم إذن فرح جليل أيا برسول الرسول بان إذن كل فرح جليل أيا رسول كاسو يأتي إيمان أيا من بعد أنيقه من بعد رفعه إلى السماء مركي أنيقه السماء الله يقاضه كذب رسول إيمان أيا فحل لي أحي شن بقول إيوه حاب حاب إلا اللح بقول قبضنام بأول حيث النبي إيوه إيوه لا تيس دس أول حيثي وحيو يلوحان يكون بشارين برسول الرسول رسول كسويات إيمان أيا من بعد أنا قد ضبط إيمان أيا اسمه مقعي سنة الإله أحمد الله أحمد با مقعيه سكمل آه مرك النبي الله عيسى قال لي سيروا لحظة بني إسرائيل وحيري بني إسرائيل إني رسول الله إليكم نبي الله موسى محيري وإذ قال موسى لقومه محور هو يا نبي الله عيسى يا قوم محور به يا بني إسرائيل محيري محيري نبي الله عيسى بني إسرائيل بيا بني إسرائيل ما ويجب أن نقول بني إسرائيل أبتبع يويه لكن نبي الله عيسى محوكا ورمي يا جبريل بنت مريم بله أدري سو نفسي كما أطوف صارك كما أقول أبو لي عدة وقاب ترسل يا قبيل وقاب ترسل يا واقع مجرم سادرت فنبي الله موسى يا قوم يويه نبي الله عيسى ويريا بني إسرائيل وهي نصب كامك على بني إسرائيل كامل تاس ويري مركتاوا إلى تقلتهم وتاس آدر دمي سويا ثم هاي بابه كتلني بنبي الله عيسى بني إسرائيل كامل لني روح دي إلهي مقدش سبحانه وتعالى وحي يريا سبحانه نبي الله عيسى يسوى نوقف السوانا يا بوحي للرسول بان إذن كب بشارين يا كب فرح قليل يا أنا قد ضبط إيمان دونه مجلس أحمد لله له مركب مع عياله النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كالله الشيخي والله محمد يوم أحمد أحمد هل كان كريا له من بعد اسمه أحمد طيب أما محمد شن رضى له شخص صورة ذكر الدول فسا إله بشري سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد وعكره بشري في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين في سورة محمد والله قم قعابيبا وصورة دينه عن إلهنا صورة محمد بان إلهنا لكن محمد صح ما هي محمد عربي محمد هو كجره محمد واحد صورة محمد الذي بان إلهنا قانا بالله غير مدى أفرادوها وآية في صورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بين أفر تاجر بار الشيء محمد قرآن قال له الشيء أما أحمد هلك كريو وحي النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيحين إن لي أسماء وعيان الله حكم لي نبي محمد وحكم لي أحمد وحكم لي الحاشر الذي يحشر الله بين يديه الخلق تطور تنباه وسيس إيمان دون النبي ويسرى شفيع دون عليه الصلاة والسلام وهو النبي الماحي الذي يمحو الله به الكفر متكي وتيري قال لماذا يمكي وتيري اشتيك ذلك مبحنا العاقب وعاقب وحوائه كي وقد دنبيه وحن نبي وقد دنبيه بجي اسم هذا سنبي عليه الصلاة والسلام حلقة يا واحد لكن بدنا هدادو يتسنو ياسنادي سواء انتينا وحير كل شيء حتى الجهل يجري وحا كمي ذا وحيو لن جري
أهل السموه ملائكة كوضا نبي يوحي يقاني أحمد أهل أرضهنا محمد بيو يقاني وجهل عن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب الله من الجاهل هي الدين تيوي أحمد نوح قرية كتاب الله محمد كتاب الله وقو قرية فرق الجاهل يقول هل كاقاري مدقران كرتا وحج الله سبحانه فلما قلت جاء وسوق عليه وهم يقع من كسوق عليه رسولك بالبينات الجاي العدل أوليهم قالوا حين هذا كان بينات كان في آيات كان أضواتا سحر وفلفل مبين وعد حاب بأس سارين وقف سبريي تسويا سيدة سكيرها ضيف وذكر حسوي قرتي قال عيسى عيسيه ابن مريم مريم ويل كذا مركو يري يا بني إسرائيل يعقوب عروس سيو أولاد سيو إني أنا رسول الله وأنا إليكم بذلك العيد صادر يصدق الرمينية لما بين يدي وحي مهرية ومن التوراة كتاب التوراة ومبشرا بشارين ينوانه برسول رسول يأتي مريم من بعد أن إذا الضبغي اسمه مجلس أحمد الإله فلما جاء مركو ليهم جاءهم مركو ليهم أحمد في البينات وتفسير كالوب ذيه وحكى له تفسير كالجرة فلما جاء قرته عيسى ليهم هم يجب البينات قال وحيدهن هذا كان سحر وفلفل مبين وعد ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ومن أحد كيف أظلم كالظلم بضن ممن أحد كافترى كهفر يوضيو كبير أبورتي على الله يبوي لكر كيسا وهفر يوضي الكذب بير قف كاس إلهي كبير رضي سبحانه وتعالى بالنسبة للولد إلهي ولد بوليه زوج بوليه وحوليها الشريك وحلو ذا قوليها وحكون كلمة مرة في كوي كانوا كره قفك إلهي كوها فري إلهي كنا بي قفك أذيك مطقانا قفك الظالم سنو كم جل مسن اللهم اللاول إله مجر مجر قفك وهو كان ظالم كان يدعى اللوبية ليو إلى الإسلام سيقي وهذا الوحى اللوبية ليا والإسلام لماذا قال يا لله الله قباقي يا إسلام لماذا بل لو يري استغنى عليه اسلام نبدا بسود دجيه وساو حفري او سدا وهي دارتينيا والله يبنا لا يهدي مهن ونيو القوم الضد الظالمين دول بفل اليوم اهو دول ميغا ان كدور سنين صفاتهم ما اي تهي ظالمين ليه كوا اله سبحانه وتعالى انين ما يو مغو بتلغلين لا معبودك بو ما قرنا والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أحد كيف أظلم الظلم البضل لا أحد أظلمه قفك الظلم البضل ما جريه ممن أحد كان افترى فريوضا قفك سنوع وربها أعداد أمد وبادو حتى ما أتكال حتى ما جرع سناظو هل ودود من هم قبل بلار ناظو ليش ربح الجو شن تقارضو افترى فريوضا على الله يبوي لكم كيسان كتب بيروها فريوضا قفك قرد ربضا ما جريه وهو ابن يدعى أما وهو يستغر يدعى وحلو بيهرية إلى الإسلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلهي سبحانه وتعالى يستغر بيهرية دار السلام بيهرية يستغر الظلم لأصل الصمعين والله يهدي من لا يهدي مهن يا القوم الضد الظالمين المجرمين يريدون مجرمين توحي الدنيا ليطفئوا إلي الضميان نور الله افتينك إلهي إلي الدميان بأفواههم أفقض إليك الدميان والله يبنى متم نوره نور كيس على الدمي استر يويا ولو كريها هبن عينو الكافرون هو قال هذا هبن عينه إلهي استقع افتينك سادمي استر يريدون ليطفئوا نور الله كتابك إلهي ونور وصمر في سورة التقابل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فاتبعوا النور الذي أنزله معه مركة كتابك إلهي وإفتيه
حلاشي بكتسيا أو حارانتي بمارت نو هاي كاتو سنيا وصحيح بكبريا وكتسيا وفاسد كيبو نو هاي بكبريا أو حقي بكبريا وحمانتي هنوكي بادلي وهكذا يريدون وحي دوريا ليطفئوا إلى الدمية نور الله يبي فتين كيسا يفوح نفض إلى الدمية أفكر لقدمين الياي وبين تهت لبين يكو ودعايته لقفلين أي أي إسلام كا ضدك لنا عسلين أي ضدك ورابع يبحر لباح أفرار يلوغ الدقاي وحا كمدة قرال كحتى القرى كاسا كمدة بركة waxay isku dayayaan sidii oo islaamka lagu damin lahaa waxa kamida oo fi suurati fasirada uu tagi doona wa qala alladina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghawfi kuyuma hal rawaay la damiyo oo wacdigi rasuulku waday inta u baahinayay iyo dadku la hadlayay waxa la doonaya in nabiga kaleey salaatu wasalaam tii lagu buuqo dadna la afdhabo بأفواههم والله يبنى بأفواههم تاهد وحى لصغتا بأفعالي حوقي شفر رضي على عرض المرقالي سيدة قال إلا قد ضميه وحي قالي سيدة قال إلا أدي تسده قال كربنا اللي قد بحيه سيدي انت لو ضمين لها بيا يا كمدة مركا وحريه هذا سبحانه تاسي سوديا إلى أهل وادي ويأبى الله إلا أن يتم نوره وادي ذي إله إلا إلو إفتين كيس هذا ما يستر ما هانا وحانا لغودا ما يستر اليوم أكملت لكم دينكم فصل غودا ما يستر لم يسوى عرفتها حجة الوداع بصير إلى غودا ما يستر والله يبنى متم نوره إفتين كيس أما متم ألقى ما يستر يوي نوره ركاتي راهد وكلي تدعو الفعل ولو كره الكافرون قالوا السيدة عن حينه ما جعل دينت إليه رب رتو تعود إليه في الدول اختين كان بينه وبينه كبحه ما جعل إلهي بشيري سبحانه وتعالى وأبقى فوليه إما أليه إيجا أبورتي دينتنا إسكال هذا السيدة ولو كره الكافرون قالوا بها من عين هو إبا الذي أليه ويانا الصلاة ديريو أصوره رسول كيس محمد قدر عليه الصلاة والسلام بالهدى هنوم الله دريه ودين الحق دين حق يوله الله دري سبحانه وتعالى دين كح وحل إلى هذا حق ما يدان به إلا الدين يا شيء الأمير إلهي تتقى الدون صدي إيه من هجا إلى سعود الدين الدين لإله ليظهر إنه موجي أب هو دينك على الدين أديان تكرك لكله وككر مريه صدرت الديني وقال له قلنا السخيه ما أنت دينك شقينا يعني ساري المفعول كهو إسلام كريته إن الدين عند الله الإسلام مجرم وعيد النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعه هدي نبي الله موسى كتاب التوراة المسود الجيه تقانين نبي الله موسى الجيل المسود الجيه هدي وقت النبي عليه جوب لهاين وحقص بن الله إن النبي جاء عام يوم يا واي كتاب الله قرآن كان صحيح قرآن بعد تمرية صدرت وقص بن الله يا نارنت سيدا مركب في الله سبحانه وتعالى ولو كره المشركون كو إلهي يوكا وحسو قدرا هبن إسلاميه شركين تي مكة جوغي إسلام كينو هرم مرو يدين تويني مارتين شوها يكعضو ما يدى دوني ما يدى دوني من هو إبا الذي أليه ويان صلى الدرايو أصوله رسول كيسو الدراي الهدى هنوم بورا لدراي سجي يوفر مرن ما يمانين ودين الحق يدين كدبتا يظهر إنو موجيو دين كان حقا موجيو إب على الدين أديان تكر كذا كل هدمات دين يوضن ممارة كتاب كان نسخي أو ممارة كتاب هاي وعك تمريي ولو كان هل مشركون هبن عين سيدا هو إلهي أوك وحلو ذا جيو
isugu dara haday rabaan han dhaceenba halkaasay kaga baxday waxay u gudubtay أحسن تجارة وأفضل تجارة وأنفع تجارة قناع سميتك أغفيا يعني. أغوانا كبضا أغوان نفع كبضا بحلقة كبلو ذي آياته قال تعالى فبوحي يا أيها الذين ذات يامنوا حقرهم يييو هل أدلكم مئن تسيا مؤمنين تبو إله الله الله وأيو مؤمنين تواقوا إنت بضا إلهي ورقي سيالة أو إلهي وردي سقاتوي هل أدلكم مئذ تسيا على تجارة قناعس كرك مئذ تسيا بعشرة مئذ تسيا تجارة سو تنجيكم إذن ككوري ليسو من عذاب عذاب إذن ككوري ليسا عذاب كسو أليم كوري بغان مركضت فرد قالها إليو قناعس يليان جعليهين وحن قصوا مرنين وقل باطلنا يلغ دراري وتركوك قائما وإن صبر في سورة الجمعة الحولاء هذا نرجع لها القرمس مركز قناعسي عذاب الدرد إذا كورينا ومدى الدنيا ومدى آخر من كبد بادينا كاس ميد تسيا جواب قوها وحي ليد تؤمنون وحد رمين إنسان بالله إعباد رمين إنسان ورسوله رسول في سنوات رمين إنسان وتجاهدون ودقالما إنسانو في سبيل الله إلهي وددي ستحدي إذا تكد قالما إسان بأموالكم حورين إذنك يوضتان وأنفسكم نفتين إذنك يوضتان بعد كد قالما إسان جدك إلهي مركا قناع السيقة وقيمها بذني واقع تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وحن المرء لما في جهاد لقاها الحظ ليو حولها اللهر مريا صوت اللهر مريانا باهيدا حولها آذو بغان حوله وحلو باهي هاي بادي الديال لو باهي وحلو باهي دو وحلو باهي هاي محمو هاي قادي وحلو باهي هاي وحي لو قد قالب لها حيو دنبا لو باهي ساسا اللهر مريا مركا وثل الله سبحانه وتعالى ذلك كي ناسا خير في إعنام بلن لكم إنك أو ما حين إله الرمي رسولك الرمي دينت إلهي لو قرقارو للدقاء اللهم الله وحي دينتك سهر جيدة إلا للدقاء اللهم مركا وحنا للدقاء اللهم يا والله بكري يتوي شياطين الإنس والجن جن وشياطين بوليح معنك جن ودينت هرتاقا إنسيقنا سيدا أوكرا شيادين بوليه شيادين تاس بيين تكوه هرتاقن هو صلى الله عليه وسلم إن كنتم هداتهين تعلمون كوه وحوك هداتهين وحي الله سبحانه وتعالى قناعسيقا كفا إنجيسا مركا قناعسيقين وصوت شيقنا فإذا دي قناعسيقا كبرا طياب وقال يغفر ودافيا لكم إذن كيب ذنوبكم دميالين ودافا ونتيجة كوبالي كدران إيسا طيب وأيو دربي وحيابا لغضاف وحكم إذا الإيمان بالله سبحانه قفك هدوك وخلص سنة وما كبضا دالي مكوكارو هيا شيء إلهي إسلام نمو ممارك الحمو هاي وافا جيو وحي هروع دادات كاقابة داد يا قاضي وحكى للنبي قال له دافا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله النبي أيضا له دافا ما هذا عي وهذا عي وحواي قفكم مكو إله الدرت سقط على ما هو مقبل يهي وغير مدبرة أو يهي محتسب مركي أو يهي وحواي أسأله جبريل وكيل النبي هو شريه حوا يا قفك دبي صورت بالا داسيا مركي دبدي كو كسو هيباي فضل يغفر وادافيا لكم يلك ذنوبكم اله دبياري لو يدين دافيا ويدخلكم وحي يجلين يا جنات يجلين يا جنوي لو تجري دريريسو من تحتها تحت اشجارها وقصورها وجدرانها وغرفها الأنهار وبياله أفرتاهاي
في عانها في ملكها في خمرضها في بيها ومساكنة قرينة إلهي وإن الدجنية مساكن تاسو طيبة في عانو خصوصا في جنات عدن جنادا لغا قوري لغا قبوبي لغا قيريوني لغا قاجوني جنادا قده هذا خصوصا كاسو إلهي الدجنية سبحانه وتعالى ومساكن طيبة وحي معنين إيسا وحوي طيبة داسي قريها سلاح أتل ما مايو أهل جنة إلهي أتلقى لماها روغو يعيد إيا شميتو إيا بر إيا دقاح كما سميسنا قريها إلا وان سميسنا أوكالة وحوي لبا جنة إيا وحكو تحجر بوان دهد ولمن خاف مقام ربه جنتان لبا دا جنة يوحق بحجرات الذهب السمسي ومن دونهما جنتان لبدا جنة كلانا وحي كسميسيهن مار يفضل بيجن كسميسيهن مرك في جنات عدن كاسا مار في الله سبحانه وتعالى وليها كسبا بإله الجنة الجنية تصوير الله سبحانه ذلك كاسي الفوز الإبانوي العظيم هو قفد دنبه صلى الله عليه وسلم إله فعل النبي فيه إجنوه كاسي يمار تقمها يبارها يقريها قيمها بدن لقلي عذاب لقبت باري وغفكات قف مار تقمها الإيمان لقارو لو الشطر سرعيسي وقيمها بدن هو ويام قول الله سبحانه وتعالى هسي إبنه ومساكنانا إله وإن قرين يا طيبة ورفعانه في جنات عدن كسوغان ذلك كاسي الفوز الإلهي العظيم هو وأخرى وخصلة خصلة كالو هو هاي تحبونها تعيشين إلى هو يسين يا هو ما هاي ونصر قرقات ومن الله يذبح في سكا هذا يو فتح فرد قريب أردو مكية جزيرة العرب يو أدونك الله فرانا يو وبشر المؤمنين مؤمنين تا وحالي النبي الكفر حق لي أريتها سيدا وأخرى تحبون تيهور وأبا المريتي آخر إلهي أبتلق ليبا تيهور أحي يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النهار ومساكن طيبة في جنات عدن فسوى آخر أبا المريتي أدونك أنا وحول ومن ذلك نصر من الله قرقار يا سبحانه إذا جاء نصر الله والفضل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصدح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا طيب وفتح قريب يفتح الدوبة للنبي عليه الصلاة والسلام اليوم صحابة يضدك في عناية ودنبة تسيليه ومن انت نتصله بشارينا وعدين وأخرى خصلة أخرى فكر يا رب تحبون أن تعيشين نصر من الله قرقار حق به يهدي الله حق بكى هاتي وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين تفي أمنوا حق الرمية وكونوا هذا أنصار الله دين إلهي قرقارا نغضا كما سيدي قال أويل عيسى نبي الله عيسيه ابن مريمها للحواريين أتباع ديسي يا أنصاري سلو قرقاري من أنصاري إلى الله ولله يا قرقاري دينتي سو قرب يقولن قرايا قال الحواريون ووحي له لمنك سقر عسنا نحن أنك أنصار الله ودينت إلى قرقاري أنصار الله بقى حواريين وحلوا بهي هو أعوان أنصار حو قرقاري نبي الله عيسى أتباع لي سنوية هدتك الراعي حواريه وحكروا لي إلى هذا در عدد بيقالي جيرينه سسلوا بحي حواريين وعقلوا لي إلى حواريين وحل إلى هذا وحي عدين جيري برك برك مرض انت ميران إيه وحي عدين جيري سي أنا عادي أحين لكن أتباع ذا تفسير كذا وحي بضان مركا إلهي وحي ليه وردتك مؤمنين مؤمنين مدين ها وحنا صومرنا عن أنتي كرلين دوا صومرنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صومر سمو من متي ذا إيدي له وفرقاش قرد جوكسو
عزتها هي كرامتها هي شرفتها هي سعادتها الدنيا مدها آخرها بكثيرة لمن كان كثيرتا دينت إلهينا هي اللي يهوبا ويؤباها انتهي هذا اللي يؤباها انتهي وحيؤباها انتهي هو وحيؤباها انتهي قراندو يمارة اسمها إن شفك الله قراعه ويؤباها انتهي كونوا هذا أنصار الله دينت إلهي كونوا قرقاره نقضى قرب جوك سدى كما سيدي قال هو يريو عيسى نبي الله عيسى عيسيه ابن مريم مريم ويركز عن الحواريين من أنصار إلى الله أحيانا غريبة وحكمة دورشة يميل لما تقعنا السحراء وحدا كيسا تدقارا وسلوى لقا قاما قبوه ما لها مارك إرداج وحي السعداء وحواه دين بان في دين إنايين إليهم تضي صوت دميان تقالي بحنيان نفتو دي بيسيدا أوهو ريان أنا أنا وحا لقيابا مساجدك عد أمس إلى المحاضرة كسوي جيزيني على الكاتبة أما الدرس إلى أتكس وأخرضه إلى أدو أتكاته يا لقي يا با مرك الدين تا وحو البيوبة أنت هاي وإلى قرب يوك سلاح قال الحواريون وحيد هنا منكي أطباع عيسى نحن أنصار الله فأمنت ويرميسي الطائفة من كوحو من بني إسرائيل أولاد يعقوب كميل وحي رميسي نبي الله عيسى إيه وكتاب الإنجيل وكفر الطائفة كوحنا ويككفر ذي نبي الله عيسى كتاب الإنجيل وكوي لدك على مين الدلام بيسكودي حجريد فأيدنا وحان حجنا الذين قيامون حق الرمية وحان وقرقار لي على عدوهم عدوهودي كركسان وقرقار ليو فأصبحوا وحيا هذا ظاهرين غالبين كوي يو قوشة هلي كسين نغذيره وحين قوشة كحلان بتأييد الله سبحانه وتعالى إلهي با هم هاي قرب النغذي إلهي با تاقيري إلهي با قوشة سيئي فكعدا لعدي بيت إلهي وقرقارتا قوشة سيئي فأمن الطائفة كوحبا رميسينو من بني إسرائيل يعقوب أولادي سيكملة النبي الله عيسى الرميسي كتاب الإنجيلانية فصوله فصوشي كوه الرئيسي وردن يكتاب ذبا وكفر الطائفة كوحنا وحاس ودن دي بينيينو أي ديدان فأيدنا والحجني لله ونوقر قارني الذين كيامنوا حق الرميان تنصر الله ينصركم وحي على عدوهم عدو وذكر كيسان وقرقر قارنيو فأصبحوا وحيا هذين ظاهرين وبدامي يغو غالبين أتكاغي كسيد نغذان وحين القوشة كهرة يعني إمارة حكمها إيمانكي هي استلانيو دي استقامة دي كهرة والله.